مشاهد عيان على كل يوم عد، بتلاقي قطر الزمن جا عندها وهد. تلقى الزمن سيناريست له ملكة التأليف، وتلاقي كل الناس مرصوصة في الأرشيف. زي حضرتك يا أستاذ. أهلاً بيك إزاي صحتك؟ أنا بتشكر لك قوي على استضافتك في مكانك المتحفي الملحمي اللي إحنا قاعدين فيه. إحنا اللي شرفنا بيك والله. لا بجد. يعني أنتوا يعني شيء موجود هتنشروه أكتر من النشر. لا بس حضرتك برضو السبب في إن الحاجات دي مش كل حتة في حتة. لا شائع عمر. شائع عمر. شائع عمر. اسم حضرتك إيه بالكامل؟ اسمي مكرم ملقي سلام. ملقي يعني إيه؟ يعني أمه كانت ما بتخلفش أولاد، فخلفت ولد فلقية فسميته ملقي. اسم جميل، اسم جميل ملقي. قليل سلام. قليل قوي قوي في الصعيد. قليل. قليل في الصعيد. طب أنا عايز أعرف حاجة يا أستاذ مكرم، إيه اللي خلاك أصلاً تحب السينما وتحب قصص السينما؟ قصص السينما الصياع. الصياع. يعني في الصعيد أنا كنت فين؟ في نجع حمادي، اتولدت في نجع حمادي وتربيت في شبابي في نجع حمادي وثانوية عامة في نجع حمادي. فكان عندنا 5 دور عرض. حلو قوي. مركز كان فيه 5 دور عرض. 2 في مصنع السكر، 1 عمال، 1 موظفين. و3 في المدينة. العمال في سور، والسور ورا تنط، تطلع السور ده فوق العمود بتاع الكهرباء وتنط من الظهر، تبقى في ظهر السينما وتهربي جوه تقعدي اتفرجتي على الفيلم. مسكوكي دفع 3.5. ما مسكتش؟ ما مسكوكش، عديت اتفرجت على الفيلم. اتفرجت على الفيلم. فكنا الافلام يعني كان عندنا 3 افلام، في 2 اجنبي و1 عربي في الاسبوع في المصنع. وفي المدينه في 3 سينمات، كل سينما فيها فيلمين. ده انت مستقطع بقى اسبوعيا. فكنا نهرب مثلا بالليل، دول شغالين بالليل وفيهم شغال بالنهار، يعني كان يعني فيهم ايه سينما منهم ايه يعني متغطيه. فكنا الوقت اللي ما احنا هنجيب فلوس منين؟ هنجيب فلوس منين؟ اللي نجيب فلوس منين؟ القصب جار مننا، نخش نكسر كل واحد حزمة قصب ويشيلها على كتفه، يطلع على المحطة بتاع السكة الحديد يبيع القصب، ياخد الفلوس يخش بيها السينما. ايه أول مجموعة خدتها وخدتها ازاي تفتكرها؟ من اللي في الصعيد كان عنتر وعبلة. يعني اللي هي الأفلام اللي كانت بتيجي بتعمل هوجة مع الشعب، يعني عنتر وعبلة. عنتر دي كانت كوكا وفريد شوقي. لا كوكا وسراج منير. سراج منير. أولاني كان 45. هو مطبوع يعني مع إنتاج 45. بعد كده طبعا لما انا لحقت لحد ايه لحد خلي بالك من زوزو، لحقته هناك عندنا في البلد. لا بس كنت بتقولي ان في مجموعه خدتها كامله بتاعت انور وجدي دي، خدتها لما جيت القاهره. ها اما رجعت القاهره هنا خدت انا ايه، سكنت فين؟ في الشارع بتاع عرابي. شارع عرابي اللي هو فيه كل شركات الفن. اوكي. اخترت المكان ده عشان شركات الفن فيه. انت غاوي. فبدات اخد ايه شركه شركه، فبدانا مثلا بانور وجدي دونا، خدنا الايه الدور كله بتاعهم، الحاجه اللي كانت موجوده. كنت بتشتغل فين بقى اللي يأهلك ان يبقى معاك فلوس؟ انا عندي ايه شغال ملاحه. ملاحة. السويس، وبيتي في السويس، ولادي كانوا في السويس. نشتغل 3 ايام او 4 ايام، و3 ايام ايه ساكنين في القاهره، بنيجي تيجي تصرف الفلوس ونرجع تاني، نرجع على السويس تاني. مراتك ما قالتلكش يا مكرم اخلي الفلوس العيال؟ هي وغاوي اكتر مني كانت. بتحب روح هي ما هي كانت بتروح معايا، والولاد كانوا بيروحوا معايا، كنا لما يعني جمع لما مجموعه واحده كنا كلنا. فكانوا بيفرحوا من لون الفيلم وشافيش والكلام ده والحاجات دي كلها، ويفرحوا لما احنا نجمع مجموعه ما حدش جمعها. وبنبيع منها وبنكسب، وبنبيع منها وبنكسب. تبيع بقى المكرر. المكرر بس. أيوة. المكرر بس. استاذ مكرم انا حواليا افيشات كتيره قوي الافلام، خلاص من اشهر الافلام واحلى الافيشات وكل حاجه. عندنا المجموعه فاتن حمام، نعيمه عاكف، محمد فوزي في ثوره المدينه، الناس امد الرياح، احمد خلي بالك من زوزو قلبي يهواك، صدقي حسين صدقي قلبي يهواك، وعلي خلي بالك من زوزو، كتير افيشات. وهنا نفس المجموعه، هنا مجموعه انور وجدي كلها. ايوه كامل. وبعد كده بقى عندك صور فوتوغرافيه ما شفتش في نقائها في من القدم، يعني الصور القديمه دي ما شفتش صور كبيره ونقيه كانها متصوره امبارح. دي نيجاتيف 5 في 5، نيجاتيف 5 في 5. ده كان نيجاتيف الاذاعه، احنا عصرنا عليه كيس شوال فيه حوالي 30 40 الف نيجاتيف ما شاء الله.
وديناه للاذاعه للتلفزيون المصري، يعني بعناه للتلفزيون المصري ادانا ثمنه وخد يعني واحتفظته بشويه ثوب. استفدنا هم استفادوا بيه واحنا استفدنا بالنسخه اللي خدناها، لان احنا ما بعناش قبل ما ناخد نسخه عندنا رقميه. مظبوط. بعناها لكن خدنا منه نسخه رقميه. فطبعتوها بالشكل؟ طبعنا منها. طبعنا. مين اللي بيطبع بالنقاء ده؟ لان ده مش سهل. فنان هنا في اسكندريه. وحد عمل ريتاتشنج يعني؟ في حد وضب ولا هو كده؟ الصوره متوضبه زي ما هي. والصور دي كلها زي عندنا صورة؟ احنا منهم مثلا حاليا في 30,000 نيجاتيف لكل الحياه العامه في مصر في الستينات. ما شاء الله. العصر بتاع عبد الناصر. دول احنا محتفظين بيهم، شركه شركه، هيئه هيئه، مجموعه لعبد الناصر، مجموعه لانور السادات، انور السادات، مجموعه لمحمد نجيب، المصانع اللي انشاها عبد الناصر كلها، الحياه العامه في القاهره واسكندريه، الحياه العامه في بورسعيد، في اسوان. ده كنز تاريخي. كنز تاريخي. كنز تاريخي. ده بقى اللي انا شايفاه. ده كل ده ايه؟ العلب الخضراء دي مثلا. دي صور فوتوغرافيه. ايوه. في العلب الخضراء دي. ايوه. بتاعه مصور في اسكندريه هنا. دي الصور دي. ايوه. دي صور الوان في الثمانينات والسبعينات. صور ناس. زفاف. صور زفاف. كلها صور زفاف. الحاجات مثلا اللي في العلب البلاستيك دي اسطوانات. اسطوانات. اسطوانات الحجر اللي هي القديمه. ايوه ايوه. اسطوانات الحجر اللي هو القديم. اكياس الصناديق الثانيه اوراق وحاجات ايه تخص السينما برضه. عقود مثلا. عقود وحاجات زي كده. عندك عقود مين مثلا؟ عندي عقود من المشاهير. عقود؟ لا مش المشاهير، انا بتكلم على توزيع الفيلم المصري. ايوه عايز اعرف العقد مكتوب فيه ايه؟ عندي عقود مثلا ل 1000 دار سينما في مصر. مكتوب فيها ايه العقد؟ ما بين مين ومين مثلا؟ بين مثلا ايه شركه الانتاج، يعني مثلا نقول ايه الانتج توجو مزراحي مثلا، بينه وبين سينما مثلا، سينما بشوق في اسوان. جميل. سينما مثلا ايه في الاقصر، سينما يعني كل سينما في مصر بتعمل عقد مع المنتج، مع او الموزع لعرض الفيلم. لعرض الفيلم مثلا الموزع كان بيمثل المنتج، المنتج لو شغال لوحده بيعمل عقد لوحده. بس انت فاهم ان ده يعمل متحف سينمائي. أيوة. لتاريخ السينما المصريه. متأرشف. عندك الافيش لوحده، الورق لوحده، الافلام الوثائقيه لوحدها، السلايد لوحده، المكن. يعني انا لو قلت لك انا عايزه اطلع عقد فيلم الفلاني، انت حافظ حاجتك بحيث ان انت تمد ايدك كده تطلع لي العقد؟ موجود 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 موجود. ومأرشفه بطريقه منظمه. عندك مثلا انت ايه الثلاثينات لوحدها، والاربعينات لوحدها، والخمسينات لوحدها، اوائل الستينات. بعد كده انا ما اشتغلتش. وابنك بيحب الحاجه دي؟ ابني ارشفها، ده ارشفها اللي هو الالكتروني اللي بتقولوا عليه، دخل ايه عمله كمبيوتر كله. ينفع بقى يا استاذ مكرم نلف كده في الحاجات بتاعتك وتقول لي على اكتر حاجات قريبه من قلبك وتشاور لي كده ونتفرج على الحاجه زي ما انت عايز؟ يلا بينا.